محمد أشرف الأعراب والعجاب محمد محمد, محمد محمد يمشي على قدمي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كما ذكرنا أن الكائنات كلها لها صلة بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بل عشق ومحبه وتعلق بجنابه الشريف، وان لكل حدث من الاحداث دروس نستفيدها. نبدا من اول طبقه من طبقات هذه الكائنات التي خلقها الله تعالى في هذا الوجود، وهي طبقه الجمادات، وهي الاقل في المستوى. فنذكر من ذلك ما جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: اني لاعرف حجرا بمكة كنت إذا مررت عليه يسلم علي. في رواية أخرى يقول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فما مررنا بحجر ولا شجر إلا وسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله. هذه القصة اللطيفة البسيطة التي ربما تمر مرور الكرام. وربما اذا مرت على الواحد منا اعجب بها كمعجزه حجر يتكلم فيقول اللهم صل على سيدنا محمد اجلالا وتعظيما وحبا لصاحب هذه المعجزه لكن كما اتفقنا نريد ان نستخرج منها دروس نستفيد منها في حياتنا مع رسولنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاول ما ننوه اليه من الدروس المستفاده هو ان هذا الحجر الذي هو في كينونته الجامده هو جامد من الجمادات لكنه لما ان مر به رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكرمه الله سبحانه وتعالى بان ينطق فيكون مثالا ونموذجا لجميع الكائنات في التخاطب مع النبي عليه الصلاه والسلام فخرج عن كينونته الجامده ونطق وسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الجانب الذوقي، الجانب المعنوي الذي يتحرك له القلب والفؤاد هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام حصلت له هذه القصه وهو في مكه قبل البعثه وهو يخبر اصحابه عنها بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة يعني أكثر من عشرين سنة والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه لماذا يخبرهم هذا السؤال الذي ينبغي لنا أن نفكر في إجابته لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هو يخبر أصحابه ليخبرونا عن هذه الواقعة لا شك أنه يريدنا أن نستفيد ونعلم ان ان الصلاه على النبي والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام لها بقاء عنده عليه الصلاه والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام، فلئن كان هذا الحجر الذي هو من الجمادات لما سلم على سيدنا محمد حفظ له سلامه وبقي وده في وده في قلبه ويذكره في خاطره سنين طويله فاذا كان لم ينسى حجر سلم عليه فكيف ينسى بشر سلم عليه صلى الله عليه وسلم فاذا قلت السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اولا اعلم أنه عليه الصلاة والسلام سيبلغه سلامي. ثانياً أتيقن أنه صلى الله عليه وسلم سيرد علي السلام، لأنه هو الذي علمنا كما علمه ربه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأنه أوجب علينا رد السلام على من سلم عليه، فهو أولى الناس بالعمل بسنته وبشريعته فاذا سلمنا عليه نتيقن انه سيسلم علينا واننا سنكون في ذهنه وفي معرفته ومعرفته صلى الله عليه وسلم بنا يفيدنا في دار في دا في يوم المحشر يوم ان يهرع الناس يبحثون لهم عن شفيع عن مخرج فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفك في ذلك اليوم سعدت اي سعاده بهذه المعرفه فاذا كان عرف الحجر الذي سلم عليه فلم ينساه فتيقن يقينا وخذها بقوه انه لن ينساه فلو تصورنا هذا الحجر لو تكلم معنا ماذا سيقول لنا نحن امه النبي محمد تصور انه سيقول لنا يا امه يا محمد يا من امن به وصدق به وعرف انه رسول الله انا حجر جامد لا اتحرك ولا انطق في ظاهري لكن لما مر بي هذا النور ولما مر بجواري هذا الحبيب ببهجته وبجماله وباحسانه لم اتمالك نفسي الا وخرجت عن طوري وخرجت عن جماديتي وعن يبوستي الى عالم الحس لابعث له السلام وليبعث له الكلام ولاقابله صلى الله عليه وسلم فكيف بكم يمر بكم ذكره واخباره وسيرته وربما الواحد منكم لا يتحرك بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فدرسنا مع هذا الحجر هو ان نعرف سر السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي امرنا الله به فقال لنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما